وصل إلى القاهرة يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات في المنطقة. وكان هان قد أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة ماريمينا بحلوان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب مصر وشعبها.